كان عام 2021 عاماً مفعماً بالالتزامات والنشاطات والزيارات الخارجية لقداسة البابا فرانسيس، حيث تخلل هذا العام ثلاث زيارات رسولية خارج الأراضي الإيطالية، وأهمها الزيارة التاريخية للعراق ولقاؤه مع المسؤولين العراقيين ورؤساء الكنائس وأبناء الرعاية. إلى المزيد في هذا التقرير. مما لا شك فيه أن الزيارة الرسولية التي قام بها البابا فرانسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار الماضي، والتي وصفت بالتاريخية، احتلت مكانا هاما على قائمة نشاطات البابا في العام الماضي، حيث كانت أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى بلاد الرافدين المعذبة بسبب الحروب المتتالية وتفشي سرطان العنف المتطرف والأصولي. وعلى الرغم من كل المخاطر، أصر البابا فرانسيس على زيارة هذا الشعب الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني من زيارته لعشرين سنة خلت. وبالإضافة إلى لقاء البابا فرانسيس السلطات المدنية والرعاية المسيحية، كان له أيضا لقاء مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني. في شهر أيلول الماضي زار البابا سلوفاكيا وتوقف أمام نصب المحرقة النازية هناك، متحدثا عن التجديف عندما يستخدم اسم الله للقضاء على كرامة الإنسان، كما ندد بالعنصرية والتمييز خلال زيارته للغجر في لونيك. وفي إطار زيارته الرسولية إلى قبرص واليونان، توجه قداسته إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التي تأوي أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين يعيشون في أوضاع غير إنسانية. منذ مطلع العام الماضي ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي، أصدر البابا ثمان إرادات رسولية صبًا الاهتمام على الإصلاحات، فأدخل تعديلات في المجالات الرعوية والمالية والقانونية، ومن بين هذه الإرادات الرسولية تلك الصادرة في 24 من آذار الماضي، والتي تقضي بخفض رواتب الكرادلة وكبار الموظفين في الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي. وفي 11 من أيار أصدر إرادة رسولية تقضي بإنشاء خدمة معلم التعليم المسيحي. ومن بين الزيارات التي قام بها قداسته في إيطاليا، لابد من التذكير بزيارته إلى أسيزي مدينة القديس فرانسيس، حيث جمع الحبر الأعظم أكثر من 500 فقيرا من إيطاليا وأوروبا، وسلط الضوء على الأشكال الجديدة للفقر ومعاناة النساء اللواتي يعاملن كسلع، والأطفال ضحايا العبودية والعاطلين عن العمل. وفي رسالته إلى المشاركين في اللقاء العالمي الرابع للحركات الشعبية، أطلق البابا فرانسيس نداءً إلى أقوياء الأرض، داعياً للعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وتضامناً، مطالباً بإلغاء الديون الخارجية عن البلدان الفقيرة وحظر السلاح ورفع العقوبات وتوفير اللقاحات للحجاج.